السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن التوزيع الطبيعي الجزئية الثانية لمادة الرياضيات 5 ريض 363 للمستوى الثالث ثانوي مجموعة العلوم التجارية. خلونا مع بعض ناخذ أهداف درسنا لليوم. فعندي أول هدف أن يوجد الطالب المساحة تحت منحنيات توزيعات طبيعية، أن يوجد الطالب احتمالات ضمن توزيعات طبيعية، ويوجد قيم بيانات علمت احتمالاتها. فرح ندرس أول هدف عندنا. فأول شيء راح نتعرف على قيمة الزد، وهي صيغة الدرجة المعيارية. فراح نعرف أن الزد تساوي X ناقص ميو على السيجما، ونعرف أن الميو هو الوسط والسيجما هو الانحراف المعياري. فناخذ أول تمرين، نبي نوجد قيمة زد إذا كانت X تساوي 32 والوسط 28 والسيجما اللي هو الانحراف المعياري 1.7. فناخذ القانون اللي عندنا ونعوض بالمعطيات. فعندي 32 ناقص 28 على 1.7 في الكالكوليتر يعطينا 2.35. بكذي تعرفنا على الزد وأوجدنا قيمة X. نروح مع بعض نتعرف على شيء جديد يخص التوزيع الطبيعي. احنا في السابق تعرفنا على التوزيع الطبيعي العادي، اليوم راح نتعرف على توزيع طبيعي يسمونه توزيع طبيعي معياري. شنو اللي يميز التوزيع الطبيعي المعياري؟ اول شيء يميزه ان الوسط دائما قيمته صفر، بعكس التوزيع الطبيعي اللي خذناه في المرة السابقة. طبعا المساحة الكلية مثل ما هي 1 أو 100%، والتوزيع متماثل كذلك. أما قلنا اللي يفرق هو الوسط والانحراف المعياري دائما واحد، جهة اليمين يزيد بمقدار 1 وجهة اليسار يتناقص بمقدار 1. سؤالنا يقول إذا كانت درجات أحد امتحانات الرياضيات لنهاية الفصل موزعة توزيعا طبيعيا، حيث ميو تساوي 72 وسيجما تساوي 11، فأوجد الاحتمالات الآتية ثم ارسم المنحنى المرتبط بالاحتمال. فعندنا السؤال يقول نبي نوجد احتمال X أقل من 89، فنيجي نقول أن معطينا في السؤال الميو تساوي 72 والسيجما تساوي 11. طبعا راح نستخدم الميو ونستخدم السيجما ونرسم المنحنى الطبيعي اللي خذناه في الدرس السابق. فراح نرسم المنحنى، طبعا نعرف دائما في الوسط نحط قيمة الميو اللي هي 72، ودائما جهة اليمين نجمع مع السيجما. فراح نجمع الـ 72 اللي هي قيمة الميو مع السيجما 11، فراح يعطينا 83. راح نجمع 83 مع 11 مرة ثانية، راح يعطينا 94. وكذلك في جهة اليسار راح نقول 72 ناقص 11 راح يعطينا 61، وراح نقول أيضا 61 ناقص 11 يعطينا 50، وهكذا. الحين نشوف السؤال، قيمة الإكس اللي نبي نوجدها كاحتمال هي عبارة عن 89، هل 89 موجودة في القيم اللي أوجدناها؟ مو موجودة على الخط بالضبط، هي 89 تقع بين 83 و 94. فلأن قيمة الإكس مو موجودة في هاي المنحنى، فإحنا لازم نحول المنحنى التوزيع الطبيعي العادي إلى توزيع طبيعي معياري. فعشان أوجده كتوزيع طبيعي معياري أحتاج أحول من إكس إلى زد. فنتذكر قانوننا اللي خذناه قبل شوي كقيمة الزد، فنقول أن الزد تساوي إكس ناقص ميو على سيجما. نعوض بالمعطيات وأوجدنا أن الزد تساوي 1.54. فحين نرسم الرسمة، فتكون رسمتنا
مثل ما قلنا دائما الخط اللي في منتصف الرسم يكون صفر، لأن الميو تبع المعياري دائما صفر. الحين نشوف قيمة الزد، لأن قيمة الزد بالموجب فأنا بروح أحط خط جهة اليمين وأقول 1.54. دائما قيمة المساحة راح تكون القيمة الملاصقة إلى الصفر، فإحنا بنروح عندنا جدول في جميع قيم الزد، راح ندور على 1.54. نشوف الجدول مع بعض. بس قبل لا نروح حق الجدول، لأن إحنا عندنا في السؤال أن نبي احتمال X أقل من 89، فراح ناخذ كمساحة كلية لما تكون قيمة الزد أقل من 1.54. طبعاً إحنا نعرف أيضاً أن المساحة تحت المنحنى كامل كخصائص مجموعها 1 أو 100%، ونعرف أن نص الواحد هو نص، فالنص اللي عندي يا المتبقي هو نص، فأنا أحتاج فقط أوجد المساحة بين الصفر وبين الـ 1.54. فنروح في الجدول نشوف 1.5 وبعدها أنتقل يمين إلى الفور، فراح تكون عندنا المساحة 0.4382، فنحطها في مكان رسمتنا. الحين احنا نبي المساحة الكلية، فراح نجمع 0.4382 plus 0.5، فيعطينا المساحة الكلية أو الاحتمال المطلوب هو 0.9382. بكذي انتهينا أعزائي الطلبة من التمرين الأولي، نروح نشوف تمرين آخر واحتمال جديد. عندي في السؤال نبي احتمال الإكس محصورة بين 65 وبين 85، أو نقول أن إكس أكبر من 65 وإكس أصغر من 85. طبعاً إحنا في سؤالنا الحالي ما راح نوجد مرة ثانية التوزيع الطبيعي، لأنه يعتبر تكملة حق السؤال السابق، مجرد قيمة الاحتمال اللي فرقت، فباي دايركت أوجد قيمة الزد. طبعاً لو تلاحظون في السؤال أن عندي قيمتين حق الإكس، لأن عندي قيمتين حق الإكس فأنا باي أوجد قيمتين حق الزد بنفس المعطيات اللي هو قيمة السيجما وقيمة الميو، فراح نعوض في القانون في الجهتين، فراح نوجد أن قيمة الزد محصورة بين -0.64 و 1.18. طبعاً الحين نيجي نرسم، فرسمتنا راح تكون مثل ما تعلمنا أن دائماً في المنتصف عندي صفر، وعلى أن عندي قيمة سالبة راح أخليها في جهة اليسار، والقيمة الموجبة راح أخليها في جهة اليمين، فراح يكون عندي المساحة المطلوبة اللي هي تكون بين -0.64 و 1.18، فأنا هني كنا عندي مساحتين، فبروح في الجدول بوجد المساحتين، فراح نشوف -0.64 بالأحمر وال 1.18 بالأصفر. فأول شيء البوينت 6، طبعا لو لاحظتوا في السؤال كان عندي -0.64، واحنا هني بنين دورة ما عندي قيم موجبة ولا سالبة في الجدول، لكن لأن التوزيع الطبيعي متماثل فالقيم الموجبة نفسها السالبة، فنقول بوينت 6 ونروح حق الفور، فعندي المساحة 0.2389. نشوف الجزئية الثانية، كان عندي 1.1 ونروح حق الـ 8، فناخذ المساحتين ونجمعهم مع بعض، فنقول هنا عندنا 0.2389 والجزئية الثانية 0.3810، راح ناخذهم ونجمعهم مع بعض يعطينا الجواب النهائي 0.6199. كذي أعزائي الطلبة انتهينا من كيفية إيجاد الاحتمالات، ننتقل إلى جزئية أخرى. طبعاً الحين عندنا مسألة لفظية نقراها مع بعض. إذا كان الوسط
لعدد النقاط التي يسجلها فريق لكرة السلة في المباراة الواحدة 63 نقطة، والانحراف المعياري 18 نقطة. أجريت 15 مباراة في أحد المواسم الكروية، فأوجد نسبة مباريات الفريق التي سجل فيها أكثر من 70 نقطة. بنفترض أن عدد النقاط موزعة توزيعا طبيعيا. طبعا لما يجينا سؤال مثل هذه، أول خطوة لازم نوجد المعطيات، والخطوة المهمة أن أنا أشوف أنك تبين لي في السؤال موزعة توزيعا طبيعيا، فنطلع المعطيات. فعندنا الآن هو عدد المباريات 15 مباراة، والوسط اللي هو ميو 63، السيجما 18. بعد ما نوجد المعطيات راح نيجي ونوجد الزد. ليش أوجدنا الزد؟ لأن لو سوينا مثل مساعة نفس الشيء ما راح يكون على الخط، فدايركت راح نوجد الزد. طبعا أنتم في الامتحان لازم أول خطوة تسوون الرسم التوزيع الطبيعي الاعتيادي، إذا ما طلع لكم موجود لازم تحولونه إلى معياري. فهني راح يكون عندنا الزد تساوي X ناقص ميو على السيجما، فعندي 70 ناقص 63 على 18 يعطينا 0.39. اني نرسم الرسم مع بعض، فراح يكون عندنا في المنتصف دائما صفر وجهة اليمين 0.39. طبعا في السؤال قالوا لنا ان نبي نسبة مباريات الفريق اللي أكثر من 70 نقطة، فالحين بالنسبة حق قيمة الزد راح ناخذ أكثر من 0.39، فراح تكون المساحة أكثر من 0.39. طبعا لو تذكرون من شوي قلنا أن دائما المساحة الموجودة في الجدول تكون المقاربة للصفر، فإحنا هني شو راح نسوي؟ راح نوجد المساحة من الجدول ونطرحها من النص. فني مع بعض نشوف قيمتنا في الجدول، فبنشوف 0.39، فعندنا في الجدول 0.1517، ناخذها نحطها وين؟ بين الصفر وبين ال 0.39. بس احنا مو هاي المساحة المطلوبة، احنا المطلوب اكبر من 0.39. طبعا نعرف مثل ما قلنا في السابق أن المساحة الكلية إلى التوزيع الطبيعي واحد، والنص هو قيمة نص، فراح نيشن نسوي نطرح نص من القيمة اللي طلعناها. فأحين راح نيجي نقول احتمالنا هو 0.5 ناقص 0.1517، فطلع لنا الاحتمال هو 0.3483. طبعا لو نلاحظ السؤال ما طلب منا نوجد احتمال، طلب منا نوجد نسبة مئوية، فراح يحول من احتمال إلى نسبة مئوية. شلون نحول من احتمال إلى نسبة مئوية؟ راح نضرب الجواب النهائي في 100، فراح يكون عندي 0.3483 ضرب 100 راح يعطيني 34.83%. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من جزئيتنا لليوم، نشوفكم في حلقات أخرى، وشكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.